على الهاتف معي المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مساء الخير مهندس يحيى. مساء الخير يا محمد بي، أهلا وسهلا. أهلا بيك، وأنا بشكرك على وجودك معانا. الحقيقة حدثني عن المستقبل، حدثني عن أهمية قناة السويس اللي حفرناها، أو الجزء الجديد بتاع قناة السويس اللي بقاله 5 سنوات، وعمل إيه في العالم وسمع إزاي؟ يعني طبعا قناة السويس من الأساس شريان هام جدا. المنطقة الاقتصادية الحقيقة قايمة على قناة السويس والقناة الجديدة تحديدا. من 5 سنين الحقيقة الوضع كان مختلف خالص عن اللي موجود تحت ايدينا معا. العرض المنطقة الاقتصادية ممثلة في 6 مواني، 3 على البحر المتوسط و3 على البحر الأحمر. عندنا 4 مناطق صناعية، في بورسعيد وفي الأنقرة غرب وفي شرق الإسماعيلية وفي العين السخنة. المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية 460 كيلومتر مربع، يعني 460 مليون متر. دي مساحة ضخمة جدا. بعد إذن حضرتك يا فندم، كل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده شرق القناة؟ لا، في شرق وفي جزء غرب القناة، يعني العين في جزء أيوة، والأنقرة الغرب دول غرب. تمام. شرق القناة عندنا شرق الإسماعيلية، أو اللي كان يطلق عليه أو يطلق عليها وادي التكنولوجيا، وشرق بورسعيد العظيمة بقى اللي هي شرق بورسعيد. دي بقى أيوة المنطقة العظيمة جدا يا فندم، عشان أنا بورسعيدي لو سمحت. طبعا طبعا. يعني دي الحقيقة أهميتها كمان إنها منطقة بخلاف إن الميناء واعد جدا، وميناء شرق بورسعيد تم تطويره في 5 سنوات الماضية وتم افتتاحه من 2 سنين، وبعدين مع تشغيل الأنفاق اللي هي عملت يعني نقلة كبيرة جدا في التواصل من غرب القناة إلى شرق القناة. أثر زمن الرحلة اللي كانت تستغرقها الشاحنات والحاويات من 11 ساعة و18 ساعة إلى 11 دقيقة و20 دقيقة بالكثير. الوضع أصبح مختلف تماما. ويمكن عشان حضرتك برضو من بورسعيد، احنا نبشر بان الانفاق قريبا جدا هتعمل 24 ساعة. هي حاليا بتعمل على فترات، لكن في تواصل مع اجهزة كثيرة في الدولة، وبإذن الله هتعمل لمدة يعني على مدار اليوم. ده هيسهل الحركة والتواصل الى ميناء شرق بورسعيد. بشكل ميناء شرق بورسعيد هو احد المواني العالمية فيما يعني يتعلق بخصائصه، واللي احنا بنسميه ديب بورت او ميناء عميق. طبعا يستقبل السفن الكبيرة. قدرته على تداول الحاويات ضخم جدا. فالحقيقة كل المعايير المنطقة اللوجستية نجاح. المنطقة اللوجستية اللي هي الامتداد العمق بتاع ميناء شرق بورسعيد، اخبارها ايه والتطوير بتاعها عامل ازاي؟ والله احنا المنطقة دي حضرتك بقى عارف يعني ليها خصائص تربة معينة، فاحنا عدينا مرحلة تحسين التربة، الحقن، مرحلة الحقن للتربة بالضبط، يعني حقن وتحسين للتربة، واصبح عندنا في حدود 3 مليون متر جاهزين دلوقتي. واحنا بنشتغل دلوقتي على توصيل مجموعة من الصناعات الهامة اللازمة اللي احنا بندرسها مع خطة الدولة بشكل عام. لازم ناخد في اعتبارنا كمان ان المنطقة الاقتصادية هي منطقة بتركز ليس فقط على السوق المحلي، ولكن الى النفاذ الاقليمي والنفاذ الى منطقة افريقيا بشكل عام. احنا يعني مصر بشكل عام هي يعني بوابة لافريقيا من خلال قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية ايضا هي جزء من هذه البوابة، وهي المركز الرئيسي لإن شاء الله انطلاق الصادرات المصرية إلى الإقليم بشكل عام. لكن المناطق الصناعية، المناطق الصناعية المختلفة، أنا سمعت إن في منطقة صناعية صينية ومنطقة صناعية، موجودة فين؟ إحنا عندنا في المنطقة القطاع الجنوبي في العين السخنة عندنا عدد من الشركات الصينية وعدد من المطورين الصناعيين الصينيين. مش فقط صينيين، في كمان مطورين وطنيين ومطورين من جنسيات اخرى ايضا موجودين في المنطقه الجنوبيه في العين السخنه. دي نتيجه انها الحقيقه اتطورت من فتره سابقه، نتيجه ان ما فيش فيها مشاكل كانت التربه، فكانت يعني سريعه في التطوير. فاحنا عندنا هناك حوالي
200 او 220 شركه حاليا بتعمل في هذه المنطقه بقى لها فتره. عندنا استثمارات جيده تمت في منطقه السخنه، وعندنا حجم عماله لا باس به، وبنعمل على تحسين ويعني اضافه استثمارات جديده في هذه المنطقه. شرق بورسعيد على وجه التحديد احنا عندنا مطور استلم الارض او جزء من الارض في السنه 2018 او 2019، وخلال العام الحالي في 30 يونيو الماضي استلم جزء اكبر واصبح فيه 3 مليون متر جاهزين دلوقتي للتشغيل. احنا في شرق بورسعيد بنبدا في اول مشروع ان شاء الله يتم بالشراكه مع القطاع الخاص لتصنيع عربات السكك الحديد الكهربائيه. ده مشروع اعلن عنه في اكثر من مجال، وباذن الله ده وتم اختيار منطقه بورسعيد عشان يقام عليها المشروع. تم اختيار منطقه شرق بورسعيد عشان يقام عليها هذا المشروع لخدمه طلبات المشروعات القوميه المصريه، بالاضافه الى انها تكون فاتوره انتاج مميز يمكن تصديره الى القاره الافريقيه باكمله. ان شاء الله المصنع ده يعني بننشد ان هو يبدا العمل فيه سريعا. اول ما هيبقى عندنا هذا المصنع باذن الله، حضرتك تعرف ده اللي بنسميه الانكر بقى، اللي هو ايه؟ طبعا يبتدي بعديه الصناعات التكميليه تكون ما ايه يعني بتبتدي تظهر كلها ورا بعضها. فيعني الحقيقه شرق بورسعيد على وجه التحديد هي مستقبلها مشرق، واحنا يعني المينا بعد الامتداد اللي حصل في خلال السنوات القليله الماضيه، احنا عندنا مينا عالمي وارصفه عالمي حقيقي. طبعا في امتداد النهارده هيتم. هل بعد الكورونا بعد الكورونا يا باشمهندس والعالم فجاه اكتشف ان ممكن الصين دي تقف بكره الصبح، هل زاد بعض الطلبات زادت عندك؟ تعال احنا عايزين ناخد مناطق لوجستيه، عايزين مناطق تخزين حاويات زياده. هل لاحظت ان في تحرك واهتمام اكتر لانك انت اقرب الى اسواق اوروبا وتقدر تخزن له احتياجاته وعندك مناطق فاضيه؟ هل في تغير في الاقبال على التواجد في هذه المنطقه بسبب الكورونا؟ في تغير ملموس وتغير حدث بالفعل. انا استطيع ان انا اقول لحضرتك ان خلال الست اشهر الماضيه يعني النصف الاول من عام 2020 أيوة. لا يقل اطلاقا عن السنه الماضيه رغم ظروف كورونا بالفعل. احنا يعني احسن من الفتره السابقه او المماثله في السنه 2019. كلمه اشتغلنا احسن، يعني في ناس بتتقدم بطلبات للاستثمار والتواجد في المنطقة حول قناة السويس وشرق قناة السويس وغربها لاستغلال الموقع ده، مش كده؟ هي بتيجي على خطوتين. الخطوة الأولى اللي أنا بقول حصل عليها نتائج حقيقية ملموسة اللي هو التداول داخل الموانئ. يعني النهارده كان في عندنا حركة تجارة مش كلها بتيجي عندنا، أصبح عندنا نصيب أكتر خصوصا فيما يتعلق بالتصدير إلى أوروبا أو إلى المنتجات اللي هي محتاجة كانت تروح الى دول مختلفه وكان فيها انقطاع في فتره الكورونا. فدي كان الحقيقه فرصه جيده ان احنا مع اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه اللازمه سواء على الموانئ او على الاسقفه او على المناطق الصناعيه ان احنا نكون عندنا يعني تهيئه لهذا اللقب. الخطوه الثانيه اللي احنا بنشتغل فيها بقى دلوقتي اللي هو توطين بقى هذه الاحتياجات، وان احنا يكون عندنا سلاسل الامداد ويكون عندنا القيمه المضافه في بعض المشروعات. ابتدينا نتكلم فعلا وابتدينا يبقى عندنا طلبات حقيقيه، ما اقدرش اقول انها ترجمت الى مشروعات قائمه على ارض الواقع، لكن ان شاء الله يعني قريبا جدا هيكون في اعلان عن توجهات كثيره، وباذن الله انا متفائل ان احنا في خلال سنتين على الاكثر هيكون عندنا يعني مجموعه من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل في المناطق الصناعيه، وهتغير الحقيقه خريطه التعامل مع المناطق حول البحر المتوسط او المجال الاقليمي او الافريقي باذن الله. مهندس يحيى زكي رئيس الهيئه العامه لمنطقه قناه السويس، المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا النهارده في هذا اليوم.